في تجربة جديدة من نوعها بتجمع بين التكنولوجي والموضة. أطلق المصمم اللبناني رامي قاضي مجموعة الهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2022 بطريقة NFT، وإحنا طبعاً قابلناه وتكلمنا معاه عن مفهوم NFT وتفاصيل التجربة نفسها والمجموعة اللي أطلقها. نحن عملنا مع ويب ديفلوبرز بروجرام وبيشتغل على الالجوريثم، يعني انا بعت هذا البروجرام الكولرز اللي انا بحبهم، الفوليومز، شيبس، الفابريكس، الشمر، اللمعات، الرسمات اللي انا رسمها، ثيم، الفلاورز اللي انا مصورهم هالالجوريثم بيخلطهم مثل ما بده. طلعنا كذا ديزاينز، نقيت منهم ديزاينات نفذتهم بالحقيقه اللي رح تشوفيهم تحت، اللي هي المجموعه اسمها لوسيد الجوريثم. والكولكشن سبق وتعرضت في باريس ضمن اسبوع الموضه لعام 2022، بس اللي بيميز العرض المره دي هو ان رامي اضاف عليها ال NFT كولكشن. ال NFT هذا اللي اليوم عم نطلقها هن ارت بيسز. اليوزر وقت يشتريهم فيه يعمل ادرس، اليوزر فيه يكون إذا كانت كوتور كلاينت من عنا فيها تشتريها تتعامل منه فستان، فيها إذا كان أرت كولكتر أما رجال أما نون باينري أما أني أرت كولكتر أما تين إيجز بحبوا الجيمينج فيهم يشتروها، فيهم يلبسوا منا الأفاتار 2D and 3D، وعملنا هالإكزامبل عن سوشيال ميديا. وثري بيكونوا part of the رامي قاضي community، يعني any future event in the physical and in the metaverse they will be part of it. بس السؤال الأهم اللي الكل بيسأل عنه الفترة دي هو إيه معنى NFT؟ ورامي شرح لنا بطريقة بسيطة عن العالم الخيالي ده. NFT they stand for non-fungible tokens، لهن إذا بدنا نبسط الأمور للعالم اللي ما بتعرف شان NFT، أما ما بتعرف إذا بدنا نقول هيدا digital art، أما هي كونترا بيكون محطوط على blockchain مقفل بيحفظ حق تبع الأونر اللي بيشتريها وبيحفظ حق الكرياتر تبعها. So هيدا الشيء بيمنع بالمستقبل كل شيء في تزوير، بشوف هذا القطعة أمتين يعني it got produced، أمتين لمين شريت، من مين لمين راحت، قد غلى سعرها وكل هالأشياء. طيب، وبما إننا بقى عندنا لمحة صغيرة عن العالم ده، فليختار إنه يقوم بالخطوة دي حاليا ويكون من المصممين السباقين في المجال تحديدا. ليش هلا؟ لأنه اليوم عم تشوف إنه العالم كله عم بيروح على ال virtual world، وأنا إحنا عطول كديزاينرز young designers عم نشتغل عطول على نوفيل كوتور. هذا الشيء ما نجديد لنا، إنه نحن كنا أول مين عملنا glow in the dark dresses، sustainable dresses made out of reused plastic أزاد مع السيكونس مع الخيطان، أول مين عمل السايبر شوز قبل ما نبلش جائحة كورونا. سو عطول نعمل أشياء جديدة different، وهلأ اليوم العالم كله رايح على ال virtual world، وهذا الشيء خلص ما بقى فينا نتهرب منه. والملفت باللانشينج إيفنت هو طريقة دمج الالجوريزميك باترنز المعروضة على السكرينز مع الدريسز، والطريقة الحلوة دي بتاخدنا لعالم تاني ساحر بنشعر فيه كأننا موجودين بـ virtual world. It's very sustainable. It's very utilities تبعها كتير منيحة، لأنه هيدا نحن اليوم بس عاملين 120 rare NFTs. هذا الشيء اللي هو بخلي اليوم الحق تبع الديزاينر مثل ما قلت، الحق للي اشتريها، يعني اللي اشتريها فيه ما ضروري فيه يعمل بركة منها wallpapers، فيه يعمل منها anything. It's super sustainable.